أنا آسف يا خالي، أنا غلطان، بقالي كتير أوي غلطان. أنا حاولت إن أنا أريح نفسي من الذنب بس مينفعش، عشان أنا نفسي مصدق إن أنا غلطان. أوعدك يا خالد إن أنا مش هعمل كده تاني أبدا، مهما كان اللي قدامي مستفز. زي القمر على فكرة. كده انت قلبك لما يحب خالد لازم يحب احلى بنت في الدنيا، بس هي فيها كل حاجة حلوة مش شكلها بس. ما هو ده اللي انا اقصده برضه. يعني خلاص مش زعلان مني؟ لا خلاص. مكتوب في المحضر ان عربيتك اتسرقت وقت الاختطاف، ايه اقوالك يا عادل بيه؟ سعادتك انا بلغت عن سرقه العربيه بعد التاريخ ده بيومين. بعدين يا فندم المكان اللي اتسرقت فيه العربيه واللي مثبوت في المحضر ده مش صحيح. عربيتي اتسرقت في المعادي. هو حضرتك عندك أكتر من عربية؟ الحقيقة لا يا فندم، دي العربية الوحيدة اللي باسمي ودي اللي أنا قدمت بلاغ بسرقتها. البنت دي عارفة العربية بتاعتك يا عادل بيه؟ أكيد. البنت دي يا فندم كانت بتيجي القسم أكتر من مرة عشان تتابع موضوعها، ويمكن تكون شافتني وأنا داخل القسم أو خارج منه. كده الموضوع يبقى كله احتمالات يا سعادة البيه، مفيش أي دليل علينا زي ما سعادتك شايف كده. بس برضه في إجراءات هتتاخد. حضرتك تمام، خد الإجراءات اللي أنت عاوزها كلها، بس أرجوك مفيش داعي لأي حجز على زمن التحقيق. إيه في إيه؟ مالك يا أيوب؟ أبدا يا ماما، أنا كنت مركز شوية يعني وسرحت. أنت لازم تسرح يا حبيبي. إشمعنى يعني؟ علشان اللي زيك دلوقتي في سنك ده وعايش لوحده لازم يسرح. دي سنة ربنا يا ابني، محدش يقدر يقف قدامها. بقولك إيه؟ إيه أخبار بنت عمة خالد ست مدام إيه اسمها؟ نبيلة. أيوه نبيلة، عاملة إيه؟ بتتريق ها؟ طب بقولك حاجة، أنا عندي حل. امبارح اتقبض عندنا تلات بنات آداب في القسم. أعوذ بالله، وأنا مالي ومال الكلام ده؟ يا ماما أنا باخد رأيك بس. تاخد رأيي في إيه يا ولد؟ لا أصل فيهم واحدة تحل من على حبل المشنقة. تحل من على حبل المشنقة ولا توديك جهنم إن شاء الله. ماما أنا ما بهزرش، أنا بتكلم جد. بجد إيه يا واد؟ أنت اتجننت؟ يا ماما البت جامدة أوي، جامدة أوي. دي دخلت القسم وقفته على رجل. بقول لك إيه؟ وقفت القسم على رجل وقفته على وش، أنا ماليش دعوة بالكلام. آداب! آداب يا أيمن! أيوه ماما آداب، آداب إنجليش، إنجليزي يعني. بقول لك إيه؟ أنت تبطل هزار في الموضوع ده خالص، كفاية قفلتك على موضوع الجواز دوت، هيبقى زعل وقهرة كمان؟ كفاية الله الشر عليك من القهرة، ده اللي يقهرك أدفين مكانه. لا، بعد الشر عليك. إيه ده؟ هو أنا اللي قال؟ لا لسه، بس شكلك باين عليك ناوي. عايزها تعرف إني خرجت. هي مين دي؟ رباب. تنبترل ولا ايه؟ يا زميلي كلها شوية والمنطقة كلها تعرف. عادية يعني. لا يا زميلي، أنا عايزها تعرف إني خرجت النهاردة
فرقت ايه بس يا تلاعب؟ ما تخلينا يابا نريح الجته من القرف اللي كنا فيه ده، وبكره نولعها في المنطقه كلها. وحلاوتك يا تلاعب لما تلعب وتلاعبني. رايح الجته انت يا زميلي، انا هروح لها لوحدي. مساء الخير يا باشا. يا اهلا يا عمر. عليك يا فندم. اتفضل. ايه يا عمر؟ احنا هدينا على الموضوع امريكاني ولا ايه؟ انا عرفت ان انتوا خلاص حددتوا مخبأه فين؟ ليه ما بتتاخدش معاه اي اجراء؟ لاني سعادتك اكتشفت انه مجرد دراع صغير، وقدرت اوصل لمجموعه مفاتيح ممكن توصلني لمستوى اعلى منه بكتير، اللي بيوردوا له، اللي بيشتغل تحتيهم 100 من عينه امريكاني. ودي مجموعه صور يا فندم فوتوغرافيه قدرت اتوصل لها. ده يا فندم وجه جديد اسمه رزا، ظهر في الملعب، واللي بياخده منه امريكاني ده فلاش ميموري. امبارح قدرنا نقبض على الولد ده. طبعا هو انكر معرفته باي حاجه ليها علاقه بنشاط امريكاني، باستثناء طبعا نشاط المخزن بتاع البضاعه الصيني. طب وعملته معاه ايه؟ خايف يا فندم، انا حولته على النيابه. طب ما هو هيطلع من النيابه يا عمر. ما انا عارف يا فندم، عشان كده انا بفكر اخد طريق تاني خالص، بس هو متعب شويه، محتاج شويه وقت. محتاج وقت قد ايه تقريبا؟ يعني انا حاليا ما اعرفش احدد ساعتك، بس ممكن في خلال 10 ايام ارد على ساعتك. خلاص يا عمر، خد الوقت اللي انت عايزه، بس ما تاخرش عليا. اكيد طبعا يا فندم. اي اوامر ثانيه ساعتك؟ شد حيلك يا عمر. ماشي يا فندم، شد على الله. تعليمات ساعتك. ماشي، اتفضل. شكرا يا باشا. اي اوامر يا باشا؟ ربنا يخليك. كله تعليمات ساعتك يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام. اهو ادي الحمام. لو شلنا الحته دي زي ما انت بتقول يبقى كده يا وحش لازم نغير خط سير الصرف الصحي للاوضه والحمام، لان الاثنين مربوطين ببعض، والماسوره الرئيسيه بتسلم الحمام من الحته دي. كده لازم نعرف دكتور سامر، لان الموضوع ممكن يفرق معانا في الوقت مش اقل من اسبوع، وكمان في التكلفه. انت حجزت الحمامات اللي انا قلت لك عليها؟ بصراحه لا. طب كويس، خليني بقى اقول له واخد رايه، لانه لو وافق على التغييره دي انا هضطر اغير حاجات في طلبيات الصحي والسيراميك. عموما لو تحب اجهزك المقاسات الجديده بالاسعار والمقاسات اللي احنا حددناها دلوقتي انا جاهز. لا 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 مش مشكله، انا هعرف لك منه دلوقتي. خلاص اوكي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا دكتور. السلام عليكم دكتور سامر. باشمهندس علي. لا متسرعش، فاضل انا بقى. اتفضل. اهلا يا دكتور. اهلا وسهلا. منور. وجودك. اتفضلي. ميرسي. بس ما شاء الله المكان بدات ملامحه تتغير. بدات؟ لا المكان كله اتغير ولا ايه؟ لا لا ما شاء الله اتغير. اتغير. باشمهندسة ممكن بس حد يجيب لي حاجه من العربيه اللي بره بس؟ من عينينا. ربنا يخليك. بكري. خير يا باشمهندسة. تعالى يا ولد. المفتاح يا دكتور. اتفضل يا بكري. في عربيه بره ممكن بس تجيب لي 4 شنط منها؟ بيتفتح كيف؟ كيف؟ طيب اجديه بيفتح اجديه بيقفل. عربية سودة هتلاقيها بره، يا ريت تجيب لي ال4 شنط اللي على الكنبة بره. تحت امرك يا دكتور. شكرا، ربنا يخليك يا رب. كيف يعني؟ نهرج ولا ايه؟ رباه ما هو مش ممكن تكوني لسه نايمة بعد كل ده. قوم يا بت، ده انا من ساعة ما صحيت من النوم وانا بصحيكي. قوم يا رباه بطلي مرقعة. عايزة ايه يا عمتي؟ عايزاكي تقومي. ليه؟ هتقومي ليه؟ الظهر قدن يا برنسيسة. مش نازله الشغل النهارده.
مش ايه يا اختي؟ مالك يا رباب؟ ما انت تعبانه يا حبيبتي؟ لا زهقانه. زهقانه يا اختي؟ زهقانه يا عمتي. زهقانه يا عمتي من ايه؟ زهقانه من ايه؟ من الخنقه. خنقه؟ والخنقه دي جاتلك منين يا حبيبتي؟ قومي يا رباب، قومي يا برنسيسه، قومي يا بنت اخويا حلوه. يا بنت اتخنقت؟ قومي. اتخنقتي على نفسك يا عمتي، على نفسك يا عمتي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده قله الادب دي؟ قومي هتشبشب اهو. قومي يا بنت، يلا يا بنت، مش عايزه اذيكي، مش عايزه. واديني قمتي يا عمتي. خلاص عايزه ايه؟ عايزك ايه؟ عايزك تقومي تفطري، جابلك اكل سخن قبل ما يبرد. يلا قومي. ايه الوليه دي؟ وليه دي؟ بصي بقى، طالما مش عايزه تروحي شغلك، قومي بقى هتلاقي جرده لبره مليان غسيل منقوع بقى لي يومين عفن، قومي اشطفيه وانشريه وخلصي. وانت رايحه فين كده ان شاء الله؟ رايحه لام هانا، هدفع لها الجمعيه بتاعت انا وام ايتن، وهو فنجان قهوه كده على الماشي. يعني انت مصحياني من النوم عشان تقولي لي اقوم اغسل الغسيل وانت لازم تشربي قهوه عند امه مش عارفه مين وامه مش عارفه مين؟ وهتنشريه يا حبيبتي وتستني جنبه لغايه ما ينشف. باي باي يا رباب. مين؟ مين اللي بيخبط؟ هو انت؟ ازيك دلوقتي يا ادهم بيه؟ الحمد لله يا سنين، تمام الحمد لله. كنت سبتك ترتاح شويه؟ مفيش نوم، هو بس رجع من المشوار اللي عليه شهر لسه. رجع اول امبارح وبعت لك مسج ساعتها. شفتها فعلا. هو فين طيب؟ هو جاي ورانا على طول. طب جميل، اتفضل يا ياسمين. ماشي. اخبار تحويلات البنوك ايه؟ كلها اتظبطت وتسكتت زي ما حضرتك طلبت بالظبط. اسلم. لله على السلامة يا دنبي. الله يسلمك. بقول الله. حياتك البارح. طمني عليك. كله تمام يا دنبي. انا كنت عايز انزل لك مصر بس الظروف معايا. يا سيدي مش مشكلة، انت كنت برضه مشوار مهم. امسك. سيد بركات. سيد محمد بركات. مين ده يا دنبي؟ حد كده ابويا الله يرحمه وصاني عليه قبل ما يموت، عايز اوصل له. نوصل له؟ بس المرحوم ما قالش اي حاجه تانية عنه؟ يعني بيتاجر في اللعب الصيني، ابو لعب والعيله، كان عنده 25 سنه. ايه بس في كلامي بيضحك؟ لا ولا حاجه يا ادهم بيه، بس الدنيا دي صغيره قوي. اشرح لي. سيد بركات ده واحد من رجالتنا في مصر. بيوزع ايه؟ ابيض يا باشا. من قد ايه؟ يعني من حوالي 3 سنين. امال ايه موضوع اللعب الصيني؟ كومو فلاش بيغطي على الشغل بتاعه. اتعاملت معاه ده؟ طبعا يا ادهم بيه، وحضرتك تعرفه كويس بس بالسيره. ازاي يعني؟ حضرتك تعرف امريكاني بتاع ابو لهب ولا لا؟ امريكاني. هو امريكاني هو سيد بركه؟ طبعا يا باشا. طب انا عايزك تجيبه لي يعني. يحصل يا باشا، بس عايزه امتى؟ بكره لو ينفع. اوكي، بس امريكان العلم مفتح عليه اليومين دول، واي تعاون معاه من قريب هيجيب لنا مشكله. ليه؟ شريكته اتمسك عندها بضاعه من كام يوم، وهو مخبي شريكته وبنتها والبضاعه عنده، والعلم مفتح عليه يا باشا. طب هو اول موقفه القانوني ايه؟ لا هو الامريكان ما يتخافش عليه، موقفه القانوني تمام. طب بس انت بقى تعرف تعمله، اتصرف وهاتهولي. تحت امرك يا ذنبي. عايزك تركز كل جهودك اليومين الجايين دول في انك تجيب لي امريكاني. اعتبر يا باشا ان الموضوع ده انتهى. الحمد لله على السلامه يا سالك. الله يسلمك يا استاذ. اسيبك بقى عشان ورايا مشاوير كتير. ها؟ عايز حاجه مني؟ لا شكرا يا استاذ. خد. ايه دول؟ دول 200 جنيه المعلم بعتهم لك.
تاكل شويه كده حته لحمه على مش عارف ايه وتروق نفسك شويه. خلي بالك المعلم امريكاني بيقول لك اركب مواصلات وما تركبش تاكسي. تمام؟ ماشي استاذ. ماشي يلا سلام. اطلع اصلا. لو زعلان اريح ولا سهقان امرجح اوديه ورعيه بطل شغل التلاتين. علي الديجي شويه بصهم كده عليا. علي الديجي شويه سلسميه دود عسليه ام صيه بنت ديه جمدميه. بس المعلم امريكاني يعني المعلم دولار عايزهم باليورو يا هلا. كبرنا كبرنا وحبيبنا حبيبنا سيدي سيدي انا يبقى سيدي ايه؟ سيدي انا حبيبي دوز رماندو عالمية يا ابو العيون حلوين كل على ياسمين. يا ابو العيون حلوين على ياسمين يا معقل المجانين مجنن العقل يا معقل المجانين بطل شغل التلاجين عليك الليله الليليه نفرح. بقول لك ايه؟ اللي خلف ما ماتش طبعا بس انما بولطيه جامده جدا حلوه طريه سعاده انما بولطيه جامده جدا حلوه طريه على مين لخبطت لي حالي ضيعت لي مالي لخبطت لي حالي ضيعت لي مالي شوف لك حل يا باشا معانا احنا فينا لمكفينا ريحينا طمنينا فرحينا زقطتينا حس بينا كلمينا يا ابو العيون حلوين. تعالى أسألك تعالى يا ابني واقف ليه؟ اقعد يا حبيبي. ربنا عزك يا معلم. ده مبسوط؟ 100 فل وعشرة. انت جدع وراجل وبيطمر فيك المعروف وتستاهل. تسلمنا يا معلم. قول لي بقى حصل معاك ايه؟ عرفوا حاجات هتزعلك يا معلم. تزعل مين يا هلا؟ هي الشيبه دي يا ونطه؟ مش قصدي يا معلم يعني بس اصلهم عرفوا بورضوا. لحد فين؟ صوروا القعده. صوت وصوت؟ لا يا معلم صور سمعوا حاجه؟ ما اعرفش يا معلم بس هما كانوا دايما بيسالوني يعني بس مصورينه وهو بيديك الفلاشه. اه سالوك عن ايه يا سالك؟ على الفلاشه مين الراجل ده؟ البضاعه اللي اتمسكت يوم مخزن ولا كده؟ طب قول لي حد فيهم أذاك؟ الظابط اللي اسمه عمر كل ما يشوف وش العفاريت الزرق يتنطط قدام عينيه لحد ما يكفيني في الأرض يضرب ضربة حرفانة من غير ما يسيب ولا علامة واحدة. بس أنت راجل وبطل وتستاهل.
تستاهل كل خير. العودة سالك، ايه رأيك في التمرغات؟ حلوة ولونة وشكلها كده معلم عليك. ياد ما تتكسفش، اتروى كده وابسط نفسك. ماشي يا معلم. طب يلا روح كمل ليلتك معاها وما تعتلش هم امها، انت حاجبها ومش هتقدرك. ربنا يخليك لنا يا كبير، تصبح على خير. وانت من اهلك. اللي حصل من عبد الفتاح الكومي كان بيني وبينه بس، بس اللي انا متاكد منه ان الواد ابنه عملها فعلا، واللي اعرفه طبعا بقى ان عبد الفتاح الكومي مش هيسيب ابنه كده، ده هيسنده باكبر رحمين في البلد. بص يا سياده اللواء، المشكله اننا ما نقدرش نعمل اكتر من اللي توصل له الادله. تفتكر ايه الحل بقى؟ ما يتسابش، يتحط العين عليه، لان عادل من الشخصيات اللي هي لها زلات كتير قوي، ويمكن يزهق ومش هيتاخر علينا. كده بقى المثل ينطبق عليه تماما، اللي اتلسع من الشوربه ينفخ في الزبادي. بس ما ننساش نحطه تحت المراقبه، تحت عينينا شهرين او ثلاثه، وانا من خلال مراجعتي للقضيه وملف خدمته وملف في الكليه اقدر اقول لك انه مش هيتاخر. خلاص، على الله وعلى حضرتك. هو بيحاول يبوظ اللي احنا عايزين نثبته للناس وبنكافح علشانه فعلا، ويكون في معلومك بقى ان ابنه في وسطينا لكن هو من بره، ودي تفرق كتير. طمن يا سياده اللواء، وان شاء الله هتسمع سمع خير قريب قوي قوي قوي. احنا محدش فينا عايز اللي بيحصل ده خالص. اكيد، وربنا معاكم. حبيبي صباح الفل، مشغول ولا ايه؟ طب ما تيجي يا عم تشرب معايا فنجان قهوه. يلا مستنيك. ادخل. وصلي يا ابني على القهوه بتاعت ايمن بيه. اتفضل. صباح شريف على العسليه يا ابن العسليه. صباح جميل يا باشا. عامل ايه؟ عمر بيه. يا اخبار اخوك خالد؟ تمام. ايه صالحته؟ صالحته الحمد لله. البيبي يحب وبيحب ايه؟ امرايا. عشان هو قمرين. انا لو معايا اخوك خالد ده والله لا ادلع فيه دلع يا معلم. انت بتقول فيها؟ اتفضل. ايه ده؟ تقرير الطب الشرعي بتاع صاحبك عادل. يا راجل. مطب تقيل قوي. الجرح من 8 ل 10 ايام، واسباب الجرح اصطدام بسطح الزجاج. يا بنت الايه؟ بنت جدعه قوي على فكره. عرفت يا عمر؟ قصدك على ايه؟ طب الشرع بيقول لك بيرجح ان الجرح كان بالليل. قريتها طبعا. حلاوتك يا عدول، عدول يا فالنتينو. قول لي هتودي ده النيابه امتى والنبي؟ عايز المكان ده ينضف، الواد فعلا هيعرنا. بكره الصبح على طول. عايزين نشوف ليله سالك دي وصلت لحد فين. يا ريت يا معلم نشوف. يا صاوي صباح الفل، تعالى على مكتبي. سلام. عرفت ان الواد تلاعب والاثنين اللي معاه خرجوا؟ عرفت، بس انا مش مبسوط يا عمر. ومين سمعك؟ بس اقول لك على حاجه، انا حاسس ان الواد ده قريب قوي هيغلط غلطه تانية وهيجي يقف هنا، ومش هيمشي من هنا غير على السجن. يا اخي البت الراب دي غلبانه قوي وملطشه معاها على الاخر. مش لوحدها،
كله بيرمي بلاويه على كله. لا لا، في النهاية بصراحة عمر كده اللي بيتفرم هو الغبان. جرى يا عم جفارة مالك؟ أجبر لك. اتفضل. صباح الفل يا باشا. صباح الفل يا صاوي، اتفضل. ازيك يا مان بيه؟ ازيك يا صاوي؟ أمورني يا باشا. أخبار ملاقبة سالك إيه؟ سالك روح يا باشا. مفيش حاجة جديدة حصلت عند فيلا الأمريكاني؟ ولا حد دخل الفيلا ولا خرج منها غير سالك. اهم حاجه اللي بيراقبوا هناك ما يرتاحوش ثانيه. يا باشا ما تقلقش، انا تلميذك، انا بروح لهم بنفسي مرتين في اليوم، مره 6 صباحا ومره 12 بالليل. تمام، ما نشوف اخره الامريكاني ده ايه. ما تفك شويه كده وبعدين نرجع تاني. ايه الذهول اللي انت فيه يا صاوي؟ بيوزعك والله العظيم بيوزعك عادي يعني. خلاص على شيلك يا صاوي. بعد اذنكم يا بشوات. اتفضل يا حبيبي. اتفضل. بقولك يا صاوي، قوم يا باشا. خدني معاك، انا عندي شغل يا عم. لا لا لا، اقعد اقعد. رايح فين؟ اقعد، يمكن تتغاظ يا عم. راجل اعزب وبعول خالتك زوزو. سلام بقى، عسليه يا ابن العسليه. ماشي، هاجي لك على مكتبه مستنيك. ابعت لك قهوتك على هناك. يا ريت. هاي يا عمر، وحشتيني. وانت كمان وحشتني كده. عندك مشاريع النهاردة؟ لا مفيش، إلا لو عرفت أشوفك. قاعدة هناك لحد إمتى؟ يعني لسه شوية بس، لو هتيجي أستناك. طب أنا ساعتين كده هأخلع أخدك ونروح نتغدى وأوصلك وأرجع لهنا تاني. ماشي. صحيح يا عمر، إحنا هنعمل إيه في موضوع الولد سيد؟ سيد مين؟ عمر سيد، الولد الصغير بتاع مشكلة طنط سمية. افتكرت افتكرت. يا ستي اما اشوفك نتكلم. طيب ماشي يا بابا. اوكي يلا باي. خلي بالك من نفسك. انت خلي بالك من نفسك وانا بقى زي الفل.